قال الرئيس السيسي إن أعمال التطوير بمنطقة السيدة نفيسة شملت تطوير المسجد والضريح والمنطقة المحيطة. أرضى تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين لي، بنتشرف إن احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وأيضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا.